بزاف على سفيان. عفوا. السلام عليكم. طول مترو شوية. اشترك بالقناة ليصلك الجديد. اضغط زر الإعجاب. خلي لينا رأيك في تعليق. مراتب تي في. مراتب تي في. ولكن ماشي هذا هو المشكل. المشكل هو واحد جدي وجدة. غالبارح لقيت جدة شنقة على الوالد تقول لي وليدي هاد العام ديني الحج. قال الوالد الله يهديك راه انا اللي خاصني نمشي للحج. انا مازال شباب مازال جون. داكشي اللي كاين. جداد عاش مع الوالد دعوة وحدة. مشي ديريكتومون مشي نيشان مشي للحبس. عاد يجي من الحبس ويمشي عند جدة. قال لها امي مشي غنديك للحج. ولكن لا جاوبتيني على واحد السؤال عاد غادي نديك. قالت لي متعرف كاين اولادي. قال الحج واش فرض ولا سنة؟ وهي تقول لي وليدي الحج ما فرض ما سنة الحج غا قرعة. قلتش بالله جدة باش تمشي للحج. ناقش جدي قال لهم خصني نمشي معاه. عشان شو مشى للبيت جا في الصاك ديالو عامر بالحوايج وجاب واحد الميكا عامرة بالحجر. نقز زوني سول قلت ليه جدي الحوايج تلبسهم الحجر لاش؟ قال لي ولدي دي معايا الحجر حالف على بو داك الشيطان. عندي ما واحد حساب قديم. عرفتي شكول داك حساب قديم تشوف جدة بنص عين. شكول تقول داك الحساب قديم تشوف جدة بنص عين وعلى ما بالي وجدة غامصيد جدة. القديمه كملاش والواعره هي جدي ما يمشيش عند مسنان شحال هكا وتريح. قلت لي السي الطبيب عافاك حيد لي واحد الدرس راه محناني. قال لها واخا حاجه حل فمك. عرفتي جدي حلات فمها ام السنان تخلع ما بدلتش درسها. قال لها والحاجه تي فين هما سنانك؟ قالت لي وليدي غاتا نتخايلهم. عرفتي شي انايا في المدرسة بنت لي واحد البنش شي عجباتني ديريكتومون. ديريكتومون مشيت عند جدي سولتو قلت لي جدي كيفاش انت متعرف على شي بنش؟ قال لي شوف وليدي غير توقف على البنش دع لها بالكذوب 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 ويجي بلا تيسي. داكشي اللي درت كنت غادي في المدرسة وجبان لي مريم غالية شو انا مراه. شي فين تبان انجيلينا جولي؟ فين تبان هيفاء وهبي؟ اشترك بالقناة ليصلك الجديد. اضغط زر الإعجاب. خلي لينا رأيك في تعليق. مراتب تي في. مراتب تي في. قلت لها خشي دارت عندي ديدي دروب صافي. عرفتي جا شوش وقف حدايا وقلت هي عندها شي اسئله شكل. قلت لي سفيان واش انا زوينه؟ قلت لي زوينه غير احسن شي الموسطاج. قد جدي السنطه وشي صوت جده دي حباس. قال او وزير كامله. قال علاش باغي تولي وزير؟ قال لي حيت نعرف المتشل. موهبه فده عجبني بزاف وفده ولا وماشي حسن فده ولا حسن فده ان شاء الله يكون واحد حسن الفد ان شاء الله في ان شاء الله. وكاشي كيفرح اننا كنشوفوا في السن ديالو عنده هذه الموهبه وكيعرف يكريتيكي لا سوسيتي بهذا الشكل ويردها ورد من سيتياسيون ديال الحياه يردها كوميك. سي زعما سي شيء جميل. الحاجه اللي نصحوه هي انه يكمل ويقرا. القرايه مهمه بزاف. اكيد اكيد. اخ ميس نورا انا لاحظت انه كيديسباتشي التكست على البوبليك كيشوف لهاد الشيء ورجع لهاد الشيء بحال شي واحد عنده تجربه كبيره. كنشجعوا بزاف وكنتمنى له التوفيق. الحاجه تبارك الله عليك. الحاجه الزوينه انه عطيتوه فرصه بانه يجي لدوزيام ويقدم السكيت ديالو. احسن حاجه هذه احسن حاجه حاجه مهمه جدا. مصطفى
سعدية كريمة تازاليز في سباس زويوان مقبول تبارك الله عليه. شكون اللي كيكتب لك هو ولا كيكتب لك شي حاجة؟ وغادي تجي عندنا مرة أخرى ونسولو. لا حيت فلاش ديالو زعما اختار شي حوايج اللي أكيد غادي يكون أكيد غادي يكون شي حاجة تعاونوا. وكنتمنى نورا انت اللي في خليه الكتابه وتتوجدوا مشاريع تفكروا في سفيان ان شاء الله في شي دور ان شاء الله وشباب بحال سفيان كذلك ان شاء الله. اشترك بالقناة ليصلك الجديد. اضغط زر الإعجاب. خليلينا رأيك في تعليق. مراتب تي في.